السلام عليكم، حياكم الله، مساكم الله بالخير. إن شاء الله اليوم راح أتكلم أو راح أبدأ في سلسلة إن شاء الله من سنابات راح أطرحها عن قضية الوظائف والموجودة في السوق السعودي على الجانب التقنية والكمبيوتر والأشياء هذه. طبعا تجيني أسئلة كثيرة جدا عن الموضوع هذا، يعني لاحظت يعني اني يعني جاني ترد وبدات يعني تكثر الاسئله، فقلت ليش ما اني اسجل سنابات اجاوب فيها اسئله الكثير. وطبعا ارحب باسئلتكم، اي واحد عنده سؤال عنده شيء خاص ابدا حيا الله، لكن قررت اني اسجل سنابات هذه عشان افيدكم ان شاء الله. راح اطرحها بشكل دوري، كل مره نتكلم عن موضوع معين ان شاء الله. انا طبعا مؤمن انه البرمجه هي لغه العصر، وان علم يجب على كل شخص أن يتعلمه الآن، خصوصا الشباب والبنات يعني اللي توهم في بداية يعني في متوسطة أو الثانوي أو حتى في الجامعة. مهم جدا جدا، أنا أعتبرها زي الرياضيات أو يمكن أهم، لأن المستقبل كله راح يعتمد على الكمبيوتر مهما كانت وظيفتك. وتعلمك البرمجة راح يساعدك بشكل كبير جدا على أنك تتقن إدخال التكنولوجيا في وظيفتك اللي أنت تشتغل فيها، يعني سواء ترغب تصير طبيب، تبغى تصير مهندس، تبغى أيا كانت الوظيفة اللي تبغى تصير، اللي تبغى إن شاء الله يعني تطمح لها. لما تكون طبيب مثلا، كونك إتقانك للتكنولوجيا راح يفرق معك كثير في المستقبل، لأن في المستقبل بيعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا. وإتقان البرمجة هذه من أفضل الوسائل لك حتى أنك تكون متقن للتكنولوجيا. وش أقصد أنا بوين تروح؟ أنت الآن واحد تبغى يعني مثلا تبغى تدخل الجامعة نفرض، أو حتى لو في الثانوي، يعني ما زلت في الثانوي، وتبغى يعني شو اسمه تتخصص تخصص مثلا متعلق بالكمبيوتر، بس تبغى تعرف إيش الوظائف الموجودة في 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 التخصص هذا أو في التخصصات المتعلقة بالكمبيوتر، وين 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 ممكن تتوظف، وإيش طبيعة الوظائف هذه، وش الرواتب حقت الوظائف هذه، وش المطلوب منك عمل، أشياء أسئلة كثيرة طبعا يعني تدور في يعني سمعتها من ناس كثيرين. أنا بجاوب أول شيء، نبدأ بقضية وين تروح، وين تتوظف في السعودية هنا إذا كنت تخصصك في الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر يعتبر من أوسع التخصصات اللي لها حاجة في السوق السعودي. في كل مكان في السعودية هنا في حاجة للناس متخصصين بالكمبيوتر، ولكن طبعا احتياجات تختلف زين، وهذا إن شاء الله راح نفصله فيما بعد، لكن خلونا نشوف وين الأماكن اللي ممكن توظف فيها. طبعا أكيد طبعا أول مكان وأوضح مكان هو وظيفة الدولة، أنك تتوظف في الدولة، مقابل طبعا وظيفة الدولة أنك تتوظف في القطاع الخاص. طيب خلونا نتكلم أول عن وظيفة الدولة، وين الأماكن اللي ممكن توظف فيها في الدولة. طبعا واحدة من أبرز يمكن وأشهر الوظائف اللي يعني متعلقة بالحاسب هي أنك تتوظف معلم في يعني تدرس حاسب آلي في وزارة تبع وزارة التعليم. هذه وظيفة يمكن الكثير يعرفون عنها ورواتبها يعني معروفة. أيضا ممكن أنك تتوظف على وظيفة حكومية تبع الخدمة المدنية على مراتب الخدمة المدنية. طبعا وظائف الخدمة المدنية للمراتب هذه تكون عادة في الدوائر الحكومية، سواء في الوزارات أو طبعا ما أتكلم هنا عن الوزارات المدنية وليس يعني العسكرية، سواء في الوزارات يعني ممكن توظف حتى في وزارة التعليم مثلا، لكن ما تكون مدرس أو معلم، وإنما تكون على وظيفة في الدولة تبع الخدمة المدنية. فهذه نوعية من الوظائف اللي ممكن توظف فيها. بالمقابل طبعا في الوظائف التعليمية اللي في الجامعات، الوظائف الأكاديمية، وهي طبعا انك تتوظف، اول شيء تتوظف معيد في الجامعة، تبتعث تدرس ماجستير، تدرس دكتوراه، بعد كذا طبعا بعد ما تدرس ماجستير ممكن تحصل على محاضر الفترة مؤقتة معنا معك شهادة ماجستير، ثم بعد كذا دكتور. وهذه طبعا كلها احنا نتكلم عن الوظائف المتعلقة بالحاسب الآلي وبالكمبيوتر بشكل عام والتكنولوجيا.
فيه طبعا هذه وظائف، تكلمنا عن وظائف التعليم، تكلمنا عن وظائف الأكاديمية في الجامعات والبحثية. طبعا لما تكون دكتور يكون شغلك بعد كذا تعليمي جزء منه، وجزء منه بحثي وعمل أبحاث. تكلمنا عن الوظائف في 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 الخدمة المدنية لوظيفة الدولة. أيضا هناك الوظائف العسكرية، يعني مثلا من أبرز الأماكن اللي ممكن توظف فيها في الوظائف العسكرية في مثلا مركز المعلومات الوطني، ممكن تكون ضابط في وزارة الداخلية وتتوظف في مركز المعلومات الوطني، يكون تخصصك في الحاسب الآلي. هذا مو معناه أنه كل الموجودين في مركز المعلومات الوطني عسكريين، وإنما حسب علمي يعني في ناس ممكن يكون مدني يكون موجود في المركز. طبعا اللي يسأل إيش مركز المعلومات الوطني، مركز المعلومات الوطني تابع وزارة الداخلية، اللي تبعه بوابة أبشر ونظام ومنصة أبشر، واللي هي واحدة من أشهر المنصات الموجودة، المنصات الرقمية الموجودة في السعودية. في برضو الوظائف الموجودة، الوظائف الخاصة بالكمبيوتر والحاسب الموجودة في الجيش، في يعني في وزارة الدفاع، وفي طبعا الحرس، وزارة الحرس الوطني. أيضا في وظائف كثيرة في 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 هذا المجال، ما عندي خبرة صراحة كبيرة فيها، وهي وظائف عسكرية طبعا يعني كلها. هذا تقريبا ملخص الوظائف اللي موجودة في الدولة. والحين ننتقل لوظائف القطاع الخاص. لما نجي للقطاع الخاص، هو يمكن الجزء اللي يعني يمكن غير معروف يعني عند كثير منكم يعني، أو يعني مجهول بشكل أكبر من وظائف الحكومة. يمكن وظائف الحكومة معروفة بشكل أكبر من القطاع الخاص. في القطاع الخاص ممكن نقسم الأماكن اللي ممكن تتوظف فيها طبعا إلى شركات حكومية أو شبه، أو خلينا نقول شركات شبه حكومية، يعني معنى جزء كبير من الشركة هذه مملوك للدولة أو لصندوق الاستثمارات العامة، وشركات قطاع خاص بالكامل يعني مملوكة لأشخاص. وهناك أيضا طبعا ممكن أنت تكون في شركة ستارت أب، يعني شركة توها بادية، شركة صغيرة توها بادية، أو تكون أنت تبدأ بنفسك شركة، فأنت توظف نفسك بنفسك وتكون أنت مالك الشركة ورائدة. بالنسبة لشركات القطاع الخاص ممكن نقسمها تقريبا النوعين، يعني في شركات متخصصة بتقنية المعلومات وبالحاسب، يعني علاقتها بتقنية المعلومات والحاسب كما يسمى core business، يعني شغل الشركة الطائم بشكل أساسي على تقنية المعلومات. من أبرز يعني الشركات هذه شركات الاتصالات مثل شركة STC وموبايلي وزين، هذولا يعني الحاسب يعتبر شيء أساسي ورئيسي بالنسبة لهم، تقنية المعلومات بشكل عام. برضو في شركات اللي تبع المملوك الحكومة، شركات التقنية مثلا شركة علم وشركة ثقة، شركة علم طبعا في الداخلية، وشركة ثقة في وزارة التجارة، وشركة تكامل في وزارة العمل، وغيرهم. هذه شركات شغلها الأساسي والرئيسي هو تقنية المعلومات يعني والاتصالات طبعا، وتقوم بتطوير برامج وتطوير أنظمة. أيضا فيه شركات شغلها الأساسي والرئيسي التطوير، لكنها طبعا ما هي مملوكة، يعني ما هي مثلا شركات اتصالات، يمكن ما هي زي شركات اتصالات أو زي شركات علم وثقة وذي المملوكة للدولة، يمكنها ما هي مشهورة كثير، لكنها شركات موجودة في السوق وتقوم بتطوير، وبعضها طبعا يشتغل مع الحكومة، ينفذ مشاريع للحكومة. فهذه النوعية من الشركات بشكل عام، هذه شركات خاصة يعني أو تركز بشكل كبير على تقنية المعلومات. في شركات أخرى تحتاج تقنية المعلومات كتقنية مساعدة كسبورت، تدعم عمل الشركة لكنه مو من صميم الشركة. أبرز شركة مثلا سابك، شركة بتروكيماويات، وعملها الرئيسي والأساسي هو في البتروكيماويات، لكن تحتاج تقنية المعلومات لدعم عملها. هذا شيء مهم جدا بالنسبة لك لما هذا مهم جدا بالنسبة لك لما تيجي يعني لما تفكر كيف يعني مستقبلك الوظيفي. فهمت الفروقات هذه بين الشركات. نفس الشيء طبعا في الشركات الصغيرة يعني المبتدئة، في بعض الشركات أو ستارت أبس
في ناس يبدون شركات وشغلها في يعني يعتمد بشكل كبير على الحاسب أو على الكمبيوتر، خصوصا لما تكون الشركة مبنية على تطبيق أو غيره. وفي شركات أخرى لا، تحتاج الكمبيوتر أو تحتاج الحاسب عشان والله مثلا أنا شركة صغيرة بس أحتاج برنامج بسيط للمحاسبة، فتحتاج برنامج البسيط هذا للمحاسبة، أو أحتاج دعم فني، عندي ناس يشتغلون دعم فني عشان أجهزة الكمبيوتر عندي وكذا، لأن تقريبا كل شركة تحتاج أجهزة كمبيوتر. فهذا برضه جانب، وإن كان هذا جانب ضعيف جدا يعني في الوظائف. هذه نظرة عامة على الأماكن اللي ممكن أن تتقدم عليها فيما يخص تقنية المعلومات وفيما يخص الحاسب والكمبيوتر. طب ما هي كلها برمجة، تقنية المعلومات أوسع من البرمجة، وهذا موضوع مهم جدا، لازم جدا يعني مهم جدا أنك تفهمه. وإن شاء الله نتكلم عن التخصصات، تخصص تقنية معلومات وعلوم الحاسب ونظم المعلومات وغيرها إن شاء الله نتكلم عنها، بس حبيت أول أبدأ بفهم سوق العمل الموجود. فيما يخص الشركات، في حاجة مهمة جدا يعني أبغى أشير لها، مهم جدا أنك تعرفها. الشركات اللي كيف تتعامل الشركات مع الحكومة، وين وين موقعك أنت في الموضوع هذا لما تجي تبحث عن وظائف. احنا نعرف يعني الحين انه فيه جزء يعني فيه خصخصة في بعض الجهات الحكومية، بحيث انه يسند العمل في الجهة الحكومية للقطاع الخاص. لذلك لما تشوف السوق في القطاع الخاص راح تلاحظ كثير من الشركات او جزء يعني كبير يعني من الشركات الموجودة في السوق فيما يخص تقنية معلومات، تجدها تعمل مع الحكومة بطريقتين. اما ان الشركة تكون ماسكة مشروع مع الحكومة، مشروع طبعا له بداية وله نهاية وميزانية معينة، مجرد ينتهي المشروع خلاص ينتهي العمل مع الحكومة في بالنسبة للشركة. الطريقة الثانية ان الشركات او الشركة تكون متعاقدة مع الحكومة في مشروع او عفوا في عقد تشغيل وصيانة، تكون انت موجود في عمل تشغيل او في عقد تشغيل وصيانة وليس عقد تنفيذ مشروع معين. يعني لعلنا ان شاء الله في 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 يعني في سنابات قادمة إن شاء الله إن نفصل في الموضوع هذا بشكل أكبر، لكن على الأقل أعرف الآن إنه في الفرق بين الاثنين هذه وإن شاء الله نتكلم عنه. هذا تقريبا فيما يخص العمل المشاريع الموجودة بين الشركات وبين الحكومة، وهذه طبعا من أكبر المشاريع اللي فيها توظيف بالنسبة لتقنية معلومات، وسواء طبعا البرمجة أو غيرها من المجالات الموجودة في تقنية المعلومات. مهم جدا تفهم الموضوع هذا وتعرف عنه أكثر.